بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، اللهم وفقنا وفقهنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه، فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا فيما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك فيما أقمتنا فيه بما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. نكمل بإذن الله قراءة كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، وكتاب التقريب للقاضي أبي شجاع، والشرح لابن قاسم الغزي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين أمين في فقه السادة الشافعية. فصل والاستنجاء. فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. الاستنجاء يعني المقصود به جاية من النجاة، يعني التخلص من الشيء، لأن الاستنجاء بتتخلص فيه من إيه؟ مما علق بالمخارج من البول والغائط. وبرضه جاي من نجوت الشيء، أي قطعته. هذا شكرا بيقول الاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. وبرضو تقول نجوت الشجرة يعني قطعتها. أحيانا يطلق الاستنجاء، وأحيانا يقال الاستطابة، في بعض كتب الفقه يسموه الاستطابة، وهو طلب الطيب يعني برضو، فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بخروج الأذى منه، فيبقى الاستنجاء أو الاستطابة بمعنى واحد، ويشمل استعمال الأحجار والماء. أما الاستجمار فيطلق ويستعمل فيه الحجارة فقط دون الماء. يبقى عندنا ثلاث مسميات: اسمان يطلق ويقصد بها استعمال الماء والحجارة وهو الاستطابة والاستنجاء، وفي اسم ثاني يطلق ويراد به استعمال الحجارة فقط ويسمى الاستجمار، وهو من مقدمات الوضوء. من مقدمات الوضوء إن الإنسان يستنجي من الخارج ويطهر المحل، ثم بعد ذلك يتوضأ، فله علاقة بالوضوء، عشان كده وجابه بعد الوضوء، وأحيانا يجيبوه قبل الوضوء، في بعض المؤلفات يحبوا يجيبوه قبل الوضوء، وبعض المؤلفات يحبوا يجيبوه بعد الوضوء، لكن هو له علاقة بالوضوء على أي حال. يقول والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. واجب، حكمه واجب، يبقى الاستنجاء حكمه واجب في حق غير الأنبياء كما قلت، يبقى الاستنجاء واجب في حق غير الأنبياء، أما الأنبياء ففي حقهم مستحب، وإذا كان له وجه الوجوب فمن باب البلاغ، لأن الخارج من الأنبياء ليس بنجس بإجماع الأمة إلا بعض الجهلة، وهم لا يؤثرون في الإجماع. قد يكره الاستنجاء أحيانا،
احنا قايلين ان اصل حكمه واجب لكن يكره من الريح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من استنجى من ريح، يبقى قد يكره ان كان من ريح. ليه؟ لانه فيه تشديد على النفس. وقد يحرم الاستنجاء اذا استعمل الانسان محترم او مطعوم الجن، يعني استنجى مثلا بقطعه خبز جافه، ده حرام لان ده محترم، او بعظم لان العظم ده طعام للجن، او بروثه يعني براز متجمد من براز الحيوانات، يبقى هذه الصورة الاستنجاء فيها حرام، والحرمة وقعت من الآلة التي استنجى بها وليس من أصل الفعل. وقد يباح الاستنجاء، يعني الإنسان أحيانا يعرق ويحب أن هو يشطف هذا المحل، يبقى ده مباح، يبقى يباح الاستنجاء من عرق. يعني الإنسان أحيانا يقعد في جو حر ويقعد مدة طويلة ما دخلش شطف المحل مع احتكاك الإليتين، يبقى متضايق من العرق فيحب يخش يشطف نفسه قبل ما يتوضأ، يقوم ينقي المحل. هذا الفعل مباح لأنه لو ما عملش كده ده عرق، واخد بالك، ليس فيه شيء. يعني معنى كده أن الاستنجاء ممكن يعني يدور في الأحكام الخمسة: واجب أحيانا، مكروه أحيانا، مستحب أحيانا، ومباح أحيانا. ما احنا قلنا قد يحرم باستعمال المحترم، يحرم طبعا، لا ده يكره من الريح، يحرم باستعمال المحترم القالع للنجاسة كقطعة خبز جافة أو الروثة لأنها صارت محترمة لطعام الجن، وكذلك وانها ونجس عند الشافعيه كمان، ولو ورق مكتوب عليه اسم الجلاله يحرم تستنجبي، زي ورق الصحف، ياخد ورقه جريده ويكون من صفحه الوفيات. وفي علماء يقول لك كل اللغه العربيه محترمه بغض النظر عن ايه المكتوب فيها، لانها حروف محترمه. ربنا بيقول قرانا عربيا غير ذي عوج، فكل الحرف العربي محترم كويس، فيبقى برضه يكره بالجريدة، انك تاخد جريدة مكتوب فيها او ورقة مكتوب فيها وتستعملها للاستنجاء. اذا كان مطلق حرف يبقى يكره، اذا كان اسم الجلالة او اسم محترم للانبياء يبقى يحرم. فعلشان كده هو يدور مع الاحكام الخمسة. ويستحب الاستنجاء، يستحب امتى الصورة؟ ما جبنا الصورة في الاستحباب. يستحب الاستنجاء إذا كان استعمل الأحجار ثم جاء عرق على المحل، فيستحب له الاستنجاء بالماء، لأن الحجارة تزيل العين ولا تزيل الأثر، فإذا جاء العرق عليها يكون متنجسا، وإن كان معفو عنه إلا أنه يستحب استعمال الماء. واضح؟ تصح طبعا مع وجود الماء، وهيقول لك دلوقتي. لكن هو علشان طبعا بيختصر ما رضاش يوسع لك، فبيقول لك الاستنجاء واجب، خلاص حاضر، لان هو فعلا ده اصل حكمه. ها؟ هيجي الصبر جميل، كل حاجه هتيجي. نخلي الاسئله في الاخر لان ممكن الاسئله يجاب عليها في اثناء الدرس. فيقول والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر، بالماء أو الحجر. وما في معناه؟ إيه اللي معنى الحجر؟ حجر الاستنجاء قد يطلق على ورق الكلينكس، يسمى في الشارع حجر استنجاء وتبقى ورقة الكلينكس، لأن إيه هو الحجر الاستنجاء؟ هو كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم، يبقى لازم ثلاث أربع شروط كده، لازم شيء طاهر، فما ينفعش أن أنا استنجب شيء نجس، يبقى لازم يكون طاهر،
ويكون جامد، ما يجيبش مثلا ايه شيء مائع، لان المائع يقابل الجامد. استنجي بشوية شاي، ما ينفعش، ما هو الشاي ده طاهر بس غير مطهر، واضح؟ وممكن ينظف، اي ينظف، لكنه مش استنجاء، لانه هنا ايه ليس جامدا، فلابد ان يكون جامد. يبقى الشيء لابد ان يكون جامد يعني غير مائع، طاهر يعني غير نجس او متنجس، قالع للنجاسه يعني لابد ان هو يتشرب النجاسه يشيلها. فما ينفعش خزف، ما ينفعش زجاج، لان ده ينشر النجاسه، لا يزيل النجاسه. يبقى لابد ان يكون قالع للنجاسه وغير محترم، عشان نخرج الخبز ونخرج العظم اللي هو طعام للجن. أو الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم. يبقى ما ينفعش استنجى مثلا بإيه؟ بقطعة آدمي، واحد صباعه اتقطع رماه جف، فاروح انا اخده كده استنجى بيه، ما ينفعش، لانه ده محترم. كويس؟ لان اجزاء الادمي محترمه، ولا باظفار الادمي لانها محترمه، ولا بشعر الادمي لانه محترم، كل ده فلابد ان يبقى غير محترم، يعني لا حرمه له. غير محترم يعني ايه؟ يعني لا حرمه له، انما كل ما له حرمه يبقى اسمه محترم، وكل ما ليس له حرمة يبقى غير محترم. وجبنا برضو مثال الغير محترم اللي هو إيه؟ اللي هو زي الخبز الجاف والعظم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة لما أراد أن يستنجي، قال: ائتني بحجر ولا تأتني بعظم ولا روثة. حديث كده، بعظم ولا روثة. ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار. يبقى هو ممكن يستنجي بالماء أو الأحجار، وممكن يجمع بينهما، فإن جمع بينهما يبدأ بالحجر حتى لا يباشر النجاسة بيده، يبقى يبدأ بالحجر فيزيل النجاسة الأول، ويكون طبعا بيده اليسرى، يستعمل في الاستنجاء اليد اليسرى، فالحجر يباشر النجاسة واليد تفضل إيه نظيفة، ثم بعد إزالة عين النجاسة بالأحجار يستعمل الماء. عشان كده تلاقي أنت في دورات المياه عند المسلمين تلاقي حاطط لك ورق كلينكس وفي برضه مية، عشان تقدر تستعمل الاثنين بحيث ما تلوث يدك بالنجاسة مباشرة. فدي من الأدب. لكن لو اكتفى بالماء مباشرة مع وجود الحجر جاهز، لكن أنا بنتكلم إذا اجتمع الاثنين فالأفضل أن يجتمعان، وإذا اجتمعوا الأفضل أن يبدأ بالإيه؟ بالحجر ثم يثني بالماء. ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. والواجب إذا استعمل الحجر بقى ثلاث مساحات على الأقل، لكن المية يكفي ولو مرة واحدة طالما زالت عين النجاسة وأثرها. المية يكفي ولو مرة واحدة إذا زالت عين النجاسة وأثرها، لكن لو هنستعمل الأحجار لابد من ثلاث مساحات، لابد. أقل ما يجزئ في الأحجار ثلاث مساحات، ولو بحجر واحد ليه ثلاث أطراف تبقى ثلاث مساحات. طيب افرض في الثلاث مساحات دول لم ينقي المحل، عليه وجب الزيادة حتى يتم الإنقاء، فإن تم الإنقاء في شفع يسن الإيطار، واضح؟ يعني افرض تم الإنقاء في رابع مسحة يبقى يسن مسحة خمسة، لكن لو اكتفى بأربعة صحيح، لكن ما خدش ثواب السنة اللي هي الأفضل الإيطار. طب تم الإنقاء بستة يسن السابعة، وهكذا. تم الإنقاء من أول مسحة يجب الإيه؟ التثليث، يجب التثليث. والواجب ثلاث مساحات ولو بثلاثة أطراف، أطراف حجر واحد. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء، واضح؟ سهل.
أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل إن حصل الإنقاء بها، وإلا زاد عليها حتى ينقى أي المحل، ويسن بعد ذلك الإيتار. عندك النسخة إيه؟ لا، هي الإيتار. في نسخة الإيتار ودي الأصح، فخلي التسليس كده حط عليها دايرة واكتب الإيتار، لأن نسخة التسليس دي فيها يعني خلل في المعنى، لأن في نسخة أخرى الإيتار، فهي النسخة الصحيحة. الإيتار من الوتر، الإيتار جاي من الوتر، يعني يزيد على 3 إن لم ينقى المحل، فإن تنقى المحل بشفع يسن الإيتار. واضح؟ لأن الله وتر يحب الوتر. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما، طب افرض أنا عندي 2 وعايز اقتصر بواحدة، يبقى الماء أفضل، لأن الماء يزيل العين والأثر، لكن الأحجار يزيل العين ولا يزيل الأثر، ويبقى الأثر من المعفوات. كويس؟ طب ومتى يجب إذا وجد الاثنين استعمال الأحجار؟ إذا قل الماء، بحيث أني لو استعملته لا يكفيني للوضوء، يبقى في الحالة دي أستعمل بقى، يعني أنا عندي يدو كوباية قد دي مثلا، بس هي دي اللي موجودة عشان أتوضى بيها، وعايز أدخل الحمام، لو استعملتها حضيعها، يبقى ما أعرفش أتوضى، أو ما استعمل. هنا في الحالة دي وجب في حقي استعمال الأحجار لقلة الماء حتى يكفي الماء، ثم بعد ذلك أتوضى مرة مرة وأعمل الفرائض، بس ما استهلكش الكوباية في المضمضة والاستنشاق، لازم أكون عندي برضو نظر. وعلشان كده الفقه في مثل هذه الأمور، معرفة الواجب من السنة، يفيدك عند قلة الماء عشان إمتى تبدي. وأحيانا يبقى الماء كتير واكتفي بالواجب بس لإدراك الوقت، إذا ضاق الوقت. لو أنا هتوضى مثلا وأعمل 3 3 3 وأنا فاضل لي يعني 5 دقايق ويؤذن الفرد اللي بعديه، وأنا ما صليتش لسه الظهر وهيؤذن للعصر خلاص، أو ما أنا أعمل الفرائض عشان أدرك ركعة قبل الأذان. واضح؟ أو أدرك تكبيرة الإحرام، لإدراك تكبيرة الإحرام لأن ليها فضيلة زائدة، فأتوضى مرة مرة أو مرتين مرتين لإدراك تكبيرة الإحرام، أو لإدراك الوقت، أو لقلة الماء. واضح؟ أو لوجود عذر، كأن يكون الماء القليل لا يضرك لكن كثرته تضر بأمر الطبيب، فيبقى في الحالة دي أعمل مرة مرة بقى وخلاص، ولا ألجأ للتيمم، لأن عندنا القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل عين النجاسة وأثره. وزي قلنا إن لو أراد الاقتصار الماء أفضل، لكن متى يجب الأحجار؟ إذا قل الماء. وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر، في شروط، مش أي حاجة ينفع استعمل فيها الأحجار بقى. أولا الحجر لابد يبقى الخارج لسه طري عشان يلاقي حاجة يمسح، لكن لو جف لما هيعدي كده ما هو جف خلاص. واضح؟ فلابد أن يبقى لسه فيه رطوبة في محل الخارج عشان أستعمل الحجر أزيل هذه الرطوبة، لكن لو جفت الرطوبة وجب الماء. يبقى لازم أولا أنه إيه؟ أن ألا يجف الخارج النجس، والحاجة التانية ألا ينتقل عن محل خروجه، يعني واحد بيتبول اتبول نقط بول نزلت على فخده، ما ينفعش بقى يستعمل حجار، الحجارة هيحطها على فخده وعلى كمان محل الخارج، ما ينفعش، يبقى وجب الماء لأنه انتقل إلى غير المحل. واضح؟ أو مثلا عنده إسهال ولا حاجة وخرج البراز مندفع بسبب إسهال، فبين الإليتين كلهم
ايه بقى متأثر بالبراز، يبقى في الحالة دي وجب الماء، ما ينفعش يروح يقول لي استعمل ورق كلينكس بقى، مش هينفع، خدت بالك؟ يبقى لازم هذه الشروط ياخد باله منها الايه الانسان. وفي الحالة دي عندما لا يصح الاستنجاء، لو قل الماء وجب استعماله في الاستنجاء ثم يتيمم، واخد بالك؟ في الحالة دي بقى واضح، لانه لا يتعذر البدل، تعذر البدل. يبقى من شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر الا يجف الخارج النجس، ولا ينتقل عن محل خروجه، ولا يطرا عليه نجس اخر اجنبي عنه. يعني خرجت النجاسه من المحل، والمحل ده كان عليه قشره كده، بقايا جرح قديم، فراح اتزقلي القشره دي ابتدى يجيب نقطه دم، ده اختلط بنجاسه تانيه، يبقى هنا وجب الماء، واخد بالك؟ يبقى اذا اختلط بنجاسه اخرى، او هي اصلا المحل كان فيه نجاسه من الاول وبعد كده خرج كمان البول او البراز، فبقى فيه نجاسه مع النجاسه الخارجه، اجتمعت نجاستين، يبقى في الحاله دي ايه يتعين الماء. وهنبتدي بعد كده نخش بقى ايه، طبعا المحل له شروط، يعني كمان زي ما قلنا في شروط في الحجر، وفي شروط عند جواز الاستنجاء، في شروط كمان في الايه في المحل نفسه، ان يكون المحل المعتاد، لازم يبقى هو المحل المعتاد. يعني ايه؟ يعني لو خرجت النجاسة من غير المحل المعتاد وجب الماء، زي الناس اللي بيعملوا لهم مثلا ايه تحويل براز من جهة البطن، فأصبح البراز يخرج من بطنه، ده مش محل معتاد، يبقى في الحالة دي يغسل النجاسة بالماء وبعد كده يتوضأ، فما ينفعش يستعمل فيها الأحجار. أو خرج الدم والدم نجس من أي جرح في الجسم، فما ينفعش يزيل الدم بالأحجار وبعدين يقوم يتوضأ، كويس؟ يبقى وجب الماء. خرج دم يعني مثلا في من جرح بسيط وسال كده ونشف على العضو، وجب الماء، ما ينفعش ان انا استعمل حتى ولو لم يجف، لانه ده مخرج غير معتاد. يبقى المحل يشترط فيه شرط واحد، ان يكون معتادا، المحل المعتاد، علشان ينفع ان انا استعمل الاستنجاء فيه. يبقى في شروط في الخارج، الا يجف والا يختلط بنجاسة اخرى، وألا ينتقل إلى موضع آخر، ده في شروط في الخارج. وفي شروط في المخرج، أن يكون معتادا، مش كده برضو؟ فناخد بالنا من مثل هذه الأشياء البسيطة، لكن هي البني آدم بيبقى ساعات فاهمها، لكن إيه المهم ما تقسمها كده في ذهنك تعرف تنقل المعلومة لغيرك، لأن أنت ممكن تبقى فاهمها بس لما ما تقسمهاش كده ما تعرفش تفهم غيرك، لأن أنت مطلوب منك في هذا الدين إنك تفهم وتنفذ مع نفسك وتبلغ، علشان يحصل توريث للدين ينتقل من جيل لجيل، مش إن أنا أفهم وخلاص وأعمل وأنا نفسي نفسي، لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأقل البلاغ للأهل مثلا، أقل البلاغ، إن لم تجد أحد تورثه فورث لأولادك، يكفي هذا. للأسف إحنا بنشوف ناس خريجين جامعة وما يعرفش ان لما يخرج منه من يغتسل، ما يعرفش، مصيبه، لانه نشا في بيئه كده مدارس اجنبيه ومش عارف ايه، وتربى ازاي، والاتوبيس ياخده من الباب للبيت للمدرسه لحد ما اتخرج من الجامعه، ولا قعد في مسجد يعلمه، خطب الجمعه بعيد عن هذا المجال، ويعيش طول عمره مش فاهم ان هو اذا احتلم وجب عليه ان هو يقوم يغتسل. حاجات بسيطه ليه؟ مع ان يمكن ابوه عارف بس ما خدش في باله ان لازم يورث هذه المعلومه لابنه ويعرفه في سن البلوغ انه لو وجد اثر مني في ثوبه وجب عليه الغسل، وتعلم المراه بنتها لما تحيض انها يجب عليها ان تغتسل بعدما تطهر من الحيض. حاجات بسيطه لكنها لابد تعلمها للناس. ويجتنب وجوبا، دي اداب بقى قاضي الحجر. يبقى احنا خلصنا قضاء الحاجه، هنخش في آداب هيئة قضاء الحاجة.
أي تفضل. لا يعني هو عايز يجفف بعد كده، بعد ما يستعمل الميه يجفف بالورق كلينكس تاني، مفيش مشكله. بس التجفيف ده مش مساله شرعيه، دي على الاباحه بقى. يعني لو لم يجفف خلاص، لكن لو جفف من باب العلاج او انه هو مش عايز يبل هدومه، دي من باب بقى ايه زي ما تقول يعني النظافه بتاعته الشخصيه، لكن الشرع ما حتمهاش، لم يحتمها الشرع. لا، اليد اليمنى تجعلها في طعامك وشرابك وكل شيء. لا، أي آلة، أي آلة، بس الآلة دي هتتحرك كده أوتوماتيك ولا هتحركها بيد؟ بيد، يبقى حركها باليسرى. باليسرى. يعني مش شرط هي اليد هي اللي تباشر. افرض أنت عملت مثلا آلة زي فرشة سنان ناعمة كده وتنضف بيها، يبقى تمسكها بإيدك اليسرى. لا لا، حاول تتأكد إن مش باندفاع الماء فقط تم التنظيف، لأن أحيانا يكون اندفاع الماء فقط ليتم التنظيف، هتستعمل مية تكفي غسل بني آدم والإسراف مش مطلوب، فهنقع في الإسراف. لكن لما بتمسح مرة واتنين بورقة كلينكس بأقل ماء، بعد كده تلاقي نفسك نظفت بلا إسراف. فالإسراف عموما في استعمال الماء عادة سيئة للأسف، وهي منتشرة في المصريين بالذات، كثرة استعمال الماء دي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري، صلى الله عليه وسلم، لأن دي أخلاق بتتربى في الإنسان بعد كده. ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة، يعني عند التبول والتغوط وجب عليك، وجب، شوف وجوبا هنا، تجنب استقبال القبلة الآن. استقبال القبلة الآن يقصد الكعبة، لأن كان القبلة في قبلتين، بيت المقدس ده كانت القبلة الأولى، بعد كده بيت الكعبة. يبقى استقبال القبلة اللي هي الكعبة حال التبول والتغوط في الصحراء، يعني كل دي قيود، حرام حرام. طب واستقبال بيت المقدس مكروه، واضح؟ عشان كده قال ايه هنا؟ وجوبا، يعني يحرم، يعني لو ما عملش كده يبقى يحرم، واضح؟ طب وبيت المقدس تبقى مكروهة، بس الاستقبال دون الاستدبار كمان على الراجح المعتمد، على الراجح والمعتمد. انت عرف وشوف انت موقعك الجغرافي فين وتعرف اذا كنت في صحراء، انما في البناء ما فيش كراهه. في البناء خلاص احنا بنقول في الصحراء، كل ده الحكم ده متعلق انك انت هتقضي حاجتك في صحراء، يعني ما فيش حاجز، كويس، ما فيش جدار. يبقى في الحاله دي تتجنب وجوبا استقبال الكعبه او استدبارها وجوبا، وكذا تتجنب استقبال بيت المقدس استحبابا، أما استدبار بيت المقدس فمباح، واضح؟ عرض معتمد، لأن في قول تاني إنه يستحب عدم استقبال واستدبار بيت المقدس، لكن المعتمد الاستقبال هو اللي مكروه والاستدبار مباح، ده المعتمد بعد ذلك في الفتوى في الشافعية، مذهب الشافعية. عشان كده بيقول: واجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة، واستدبارها في الصحراء، يعني في المكان إيه؟ الخلاء. يعني كان الأول يقول الخلاء، لأنه ممكن يبقى خلاء غير صحراء، لكن معلش، إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر. طب افرض هو هيستقبلها، يقوم يعمل ساتر بقى، يعمل ساتر يستره كأنه جدار كده، مش شرط يبقى يغطيه كله، لكن على الأقل يغطيه وهو جالس، واخد بالك؟ لو القبلة كده، حمام نفسه هنا كده،
ما هو ده مبني، مبني يا سيدي، ما هو ده في البناء، احنا بنتكلم في الصحراء، هنيجي في البناء. يعني الحيطة دي تبدل ال ايوه خلاص القبلة؟ خلاص، ما احنا في البناء ما فيش مشكلة. الصحابة لما دخلوا الشام، فتحوا الشام، وجدوا هناك كنف، يعني بنيين دورات مياه بيسموها كنف، كنيف، واخد بالك؟ فلما لقوها وجدوها انها في اتجاه القبلة، فكانوا يقضوا حاجاتهم، وبعضهم كان ينحرف قليلا من باب يعني الورع وليس من باب الفقه، من باب الورع وليس من باب الفقه. لكن الفقه ان طالما الجدار قريب يبقى ايه، لكن افرض ان عاملين الحمام ده حمام واسع قوي زي الجامع كده، كل ده كل ده حيز حمام وهتدخل فيه، يبقى هنا برضو يحرم استقبال، لان ما بقاش في ساتر، واخد بالك؟ لان حد الساتر يبقى ثلاثة اذرع، على بعد ثلاثة اذرع، الذراع 40 سنتي، 40 سنتي قول 50 سنتي، يبقى متر ونص، يعني بحيث الساعة اللي قدامك تبقى متر ونص، وبعدين جدار مبني. المهندسين يراعوا الحكاية دي، وهو بيعمل الديزاين يعني التصميم، المنشأ، المنشأة، يشوف اتجاهات القبلة ايه ويعمل في الديزاين ويتراعى. الحمد لله، يبقى كويس، يبقى جميل، يبقى دي آداب إسلامية، عمارة إسلامية جميلة، واخد بالك؟ تبقى حلو. لكن لو ما راعهاش، احنا قلنا ان طالما في البناء مفيش اشكال، واضح؟ فبيقول هنا ان لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، او كان الساتر موجود ولم يبلغ ثلثي ذراع. ثلثي ذراع يعني حاجة بتاعت ايه، يعني 30 سنتي كده، لان 30 سنتي على قدر ما هيستر فرج الانسان وهو جالس كده برضه، لكن ممكن يبين رأسه، مش مشكلة. أو بلغهما، طب افرض بلغ الارتفاع كده لكن بعد عنه، وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي. هو كانوا زمان يقول لك الذراع عبارة عن 24 أصبع مستعرضة، يعني لما تحط صوابعك كده جنب بعضها 24 صباع، يبقى ده الذراع، والصباع 12 شعيرة، تجيب بتاع الشعير، تجيب من عنده 12 شعيرة تحطهم جنب بعض، يبقى ده عرض الصباع، كويس؟ تشوف ال 12 شعيرة دي طولها قد ايه بالمسطرة، واضربها في 24 يطلع لك الذراع، سهلة؟ عشان لو انت عايز تعرف يعني الذراع. في ناس حسبوها قالوا 42 سنتي، وناس قالوا 43، وناس قالوا 40، يعني تفاوت. بالعرض، مستعرضة، مستعرضة. هات الشعير هتلاقيها كده 12 شعيرة، الصباع المعتاد كده، صباع أنا كده. الشعير ده رفيع أوي. روح لبتاع الشعير. شفت أنت الشعير؟ طيب. بتعترض على حاجة وأنت ما شفتهاش؟ ما كانش لسه فيه طبعا المساطر والحاجات دي، فابتدوا كانوا إيه يقيسوا بالمسائل دي. فبيقول ولم يبلغ أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي كما قال بعضهم، والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور برضه. يبقى لازم يبقى قريب منه ثلاثة أذرع، وارتفاعه يبقى على الأقل ثلثي ذراع. إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا، لأن أنت داخل بقى حمام مبني، يبقى في الحالة دي خلاص بقى لا حرمة فيه مطلقا. أيوه. وخرج بقولنا الآن، اللي هو بيقول استقبال القبلة الآن، وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت المقدس فاستقباله واستدباره مكروه. هيجيب لك بعد كده في الآخر هيبين لك أن الاستقبال بس هو المكروه، لكن الاستدبار مباح في تفصيل المذهب يعني.
ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد. يبقى من باب الأداب قاضي الحاجة لا يبول في الماء الراكد. لا يبول إيه حكمها يعني؟ إذا كان الماء الراكد قليل يحرم، لأنه هيضيع ماليته. إن كان الماء الراكد فوق كلتين يكره كراهة شديدة، واضح؟ فوق، لو كان فوق كلتين، قلتين، لأن القلتين حوالي 200 لتر، 196 لتر بالتحديد. على أساس يتحملوا يعني، فما تضيعش ماليتهم، لكن مستقذر فيبقى مكروه كراهة شديدة. ولو كان الماء جاري مكروه تنزيها، ولو كان جاريا. ولو الناس راعت هذا الأداب، هذه الأداب، يعني يمكن يكون ما بقاش يبقى فيه بلهارسيا في مصر، لأن البلهارسيا دورة حياتها بتستمر عن طريق بول المريض أو تغوط المريض في الماء، يقوم إيه ينزل البيضة تروح للقوقع يكمل الدورة. فلو قطعناها بالحتة دي كان زماننا خلصنا من البلهارسيا من زمان. والحكومة بتقول لك ادي ظهرك للترع، واخد بالك؟ يعني لا تبول في الترع، لكن للأسف المصانع بتصب في الترع، التصرف الصحي بتاعها، والترانشات يملوا العربية الترانشات ويودوها يرموها في الماء. يعني المصريين للأسف لوثوا مياههم بطريقة عجيبة، شعب عجيب الشكل. مش عارف هل بقى صلاح مصر ان احنا نهجر المصريين ونجيب جنسيات اخرى عشان البلد تعمر، ولا ايه بالظبط؟ لان المشكلة مش في الحكومة قد ما المشكلة في المواطن الذي يتحرى مخالفة الحكومة حتى في النافع. لان الحكومة المفروض لما بتدي لوائح غالبا بتكون نافعة للمجموعة، اللوائح كده، لكن كل الناس تتحرى التلاعب على اللوائح ويظن ان هذا من الدين. يقول ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد. أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأولى اجتنابه، وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا أو راكدا. وحد القليل هنا اللي هو إيه؟ أقل من قلتين. من أداب الإسلام يعني. أدب. لا، ما هو أدبا هنا يدخل بقى، هل الأدب يصل لدرجة الوجوب أحيانا ولا؟ علشان كده يفصل لك بقى، يقول لك لو كان قليل يبقى إيه الأدب هنا واجب، ولو كان كثير يبقى يعني مستحب ويتجنبه. إحنا بنقول من ناحية الصحية الآن، من ناحية الصحية، لأن إحنا عندنا من ضمن أدلة المذهب العادة محكمة، العادة محكمة أو إيه، أو اللي هو المعروف عرفا، اللي هو العرف، تحكيم العرف. فالعرف الطبي الآن بيقول لك إن التبول والتغوط في الماء بيؤدي إلى أمراض كثيرة، والشرع جاء لإزالة الضرر ورفع الضرر، فيصبح هنا واجب شرعي من جهة الطب، واخد بالك؟ برضو ممكن تستنبط الوجوب بس من جهة الطب، واضح؟ ويجتنب ايضا البول والغائط تحت الشجره المثمره. كل دي ما زلنا في الواجب ايه، في اداب قاضي الحاجه، ما يجيش تحت شجره مثمره وقت الثمره كمان ويتبول ويتغوط، خصوصا وقت الثمره، لان الثمر ساعات يقع، فيقع يتنجس تضيع ماليه الثمر، فيبقى حرام. والشجره ظل بيجلس فيها الناس، فما تجيش في الظل تروح ايه تتبول وتتغوط. الملاعن دي من ضمن الملاعن اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لان الانسان ايه كده يلعن، اول ما الناس تيجي تدور على الظل وتروح وتلاقي براز يقول الله يلعنه اللي عمل كده، مش ده اللي بيحصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتقي الملاعن. ويجتنب ايضا البول والغائط تحت الشجره المثمره. يقاس للشجره المثمره بقى الرصيف، الوقت في زمان الرصيف ده ممر الناس، مش كده؟ برضو الناس ماشية على الرصيف، يطلع على الرصيف يقضي حجر، كده حرام.
او اي مكان معد لجلوس الناس، زي مثلا محطات المترو، محطات بتاع عاملين ترابيزات كده والكراسي خشب في بعض الايه اماكن على الكورنيش، الناس تقعد يوم هو يجي يبول او يتغوط في مثل هذه الايه الاماكن، يبقى كده حرام. ويجتنب ايضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره، ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس برضو، لان ده من ضمن الملاعب، الطريق اللي الناس ماشية فيه وبعدين يلاقوا فيه نجاسة هيلعنوا برضو ايه من فعل ذلك. وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء، الناس في الشتاء بتدور على المكان المشمس وفي الصيف بتدور على المكان الظليل، يبقى لا ده تتبول فيه أو تتغوط فيه ولا ده، كل ده مراعاة للمصلحة العامة، لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة كده برضو. دي قواعد لازم الواحد يعني لو كان في لائحة من لوائح الحكومة تفيد المجتمع ككل، لكن هتضرك أنت في خاصة نفسك، يبقى واجب عليك أن تلتزم بها لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. واضح؟ زي البروز مثلا في الفراغ في الطريق، عايز أنت تعمل بروز هتستفيد أنت بيه، لكن هتضيق الطريق على الناس، فتلاقي مصلحتك هتؤثر على المصلحة العامة، يبقى ساعتها لا تبرز على الطريق. كده غصب عني مثلا أنا بعمل في الطريق عشان مش لاقي مثلا حمامات مثلا في الشوارع، كده غصب عني؟ لا، ما ينقيش بقى، ينقي الحتة الغير مسلوكة. لو هو مثلا واحد مزنوق بعذر وهيعمل ايه بقى؟ يوم ينقي بقى طريق حتة غير مسلوكة، ينقي مثلا خرابة، ينقي أي حتة كده مسلوكة. وبعدين واجب على الحكومات انها توفر للناس اماكن علشان يعينهم على تنفيذ اوامر دينهم، ده دي واجبات الحاكم. فان قصر الحاكم انت تتجنب بقى مثل هذه الاماكن وتتخير الاماكن غير المسلوك، يعني تشوف حته كده زنقه كده غير مسلوك واعمل فيه ادم مضطر يعني. ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس، يعني معناه لو كان في صحراء وطريق غير مسلوك مهجور ممكن يعمل فيه، لو في صحراء وطريق غير مسلوك. والثقب، وكمان ما يتبولش في الثقب، ينقي ثقب كده خرم ويتبول فيه، لأنه قد يكون في حية تخرج تلدعه أو عقربة أو حشر، وقد يكون مواضع بيوت الجن فيؤذيهم، يقوم الجن يتأذى منه يدعو عليه، ما هو الجن دول مش مخلوقات تدعي على الإنسان واتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا فين مؤمن، واخد بالك؟ فالإنسان يتجنب أيضا مثل هذه الأشياء. أو في الشق اللي موجود في الجبل، لأنه ممكن يكون موضع حيوان ضعيف محترم قاعد فيه، كل الحاجات دي آداب الإنسان المسلم يحتاط عشان يكون إيه يعني سلامة ورحمة للأكوان. المسلم ده لازم يبقى رحمة للأكوان، مش للإنسان بس، ده للحيوان وللإنسان وللجماد ولكل البشر، لأن النبي رحمة للعالمين، أمته لازم تبقى رحمة للعالمين زي ما جاء، هو اللي علمنا كده صلى الله عليه وسلم. وفي الثقب في الأرض وهو النازل المستدير، ولفظ الثقب ساقط في الثقب، ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. ولا يتكلم أدبا، من ضمن الأدب برضو أنه لا يتكلم وهو بيقضي حاجته لغير ضرورة قاضي الحاجة، يتكلم بس لضرورة قاضي الحاجة، واحد بيستأذن عليه يقوم يقول إحم، ما سمعش إحم، يقول أيوة أي حاجة بقدر الضرورة يعني. ولا يتكلم أدبا أثناء قضاء الحاجة، ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط. وانت الوقت تخش مدة المسجد تلاقي العيال يخشوا قاعدين كل واحد في كابينيه وقاعد يكلم زميله، تسمع دي في المياض المساجد وفي المدارس وفي النوادي، مش العيال بس، واخد بالك؟ لان ما تعلموش، ما هو الكبار دول كعيال برضو ما تعلموش، ما تعلمش يعني هو عيل فكبر على كده، فلازم نعلم الاطفال عشان لما يكبروا على الادب الاسلامي المحترم.
ان اولا ان الانسان ما يصحش يتكلم ويعمل ضوضاء وعورته ظاهره من باب الادب مع الله، لدرجه كمان يقول لك يدخل متقنعا يعني مغطي راسه من باب الادب يعني والحياه. يعني في اداب اخرى كان يقول لك يدخل متقنعا. انا كنت اشوف زمان جدي كنت لسه صغير كده ما كان يدخل يروح حاطط حاجه على دماغه، كنتش اعرف اتاريه هو ازهري وفاهم، وبعد كده احنا فهمناه اما كبرنا، بس كان مات بقى. لكن كنا احنا اطفال نشوفه كده اول ما يدخل يروح حاطط الفوطه على دماغه، واخد بالك؟ مع ان ما فيش ضروره يحطها على دماغه، بس كان دي ادب متعلمه ايه من قراءه كتب الفقه القديمه، لان الناس الازهريه زمان كانوا بيدرسوا في الكتب الكبيره، الحاجات دي مش مكتوب في المختصرات، تجدها في الحواشي الكبيره. كل دي اداب يعني. لو الصعيده كمان بيعملوا والصعيدي اللي عملها مش شرط الصعيدي، البحراوي والصعيدي وكله. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط، فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ. طب يبقى ماسك المحمول وقاعد يرد والبول شغال. انا بشوفها يعني في لما اخش ميضه المسجد، يعني بتشوف حاجات غريبه، تصرفات تدل على ان الناس ما عندهاش اي اداب اسلاميه خالص للاسف. يعني هو السجاير حرام اصلا في الحمام وخارج الحمام، فان كانت حرام وعوره فيعملها في الحمام احسن ما يعملها قدام الناس. بيقول لك اذا بليتوا مستتروا، والتدخين بلوه مش كده برضه؟ فإن كانت بلوى وإحنا متفقين إنها بلوى من بلاوي الزمن، يبقى يعملها مستترا حتى لا يستنشق دخانه الإنسان اللي هو التدخين السلبي. فاللي بيدخن ده في الحمام وما بيدخنش بره أخف حالا وأخف قبحا من المدخن في الملأ، مش كده برضه؟ لكن ربنا ينجينا على أي حال ويعلمنا. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط، فإن دعت ضرورة إلى الكلام. أمثلة بقى لضرورة الكلام. شايف حية هتقرص واحد، واحد أعمى هيمشي وقدامه حفرة، حاجة بقى ضرورة يتكلم، معلش بقى مش يسيب الراجل يقع ويقول أصل أنا كنت بقضي الحاجة والشيخ قال ما تتكلمش. يبقى الواحد ياخد باله. طب لو ألقى عليك السلام ترد في نفسك، ترد في إيه؟ في نفسك. اللي بيخش الحمامات يقول له السلام عليكم. وأنت في الوضوء مش إشكال وأنت بتتوضأ، ولكن أنت بتكلم وأنت في الحمام، واخد بالك؟ يقول يا فلان، يقول له أيوه، يقول له السلام عليكم، ما يردش بقى، ما كفاية قلت أيوه. فما ياخد باله من مثل هذه الأشياء. يزعل قوي، يزعلوا قوي. لا ما يعلمه بعد كده، هي أول مرة هيزعل، بعد كده يقول له إن إيه كده ما يصحش وبتاع. هو كان زمان الجيل بتاع آبائنا عارفين الآداب دي على فكرة، كانت تلاقيها مشهورة فيهم. إنما للأسف الأجيال اللي طلعت دلوقتي إحنا اللي قصرنا ما علمناهمش، فلازم نعلمهم. التقصير منا والله. وخطباء الجمعة برضو ولو 5 دقايق في خطبة الجمعة في الآخر يتكلم على أدب من الآداب دي. ولو 5 دقايق. مش هتستغرق في الخطبة حاجة. يقول يا جماعة كل خطبة هنقول أدب من أداب مثلا إيه المسلمين، يبتدي أداب الاستنجاء وبعدين أداب الطهارة وبعدين أداب الوضوء وأداب في كل خطبة جمعة كده، يقول أدب من الأداب. هتفاجأ إن في ناس قاعدة وخريجين جامعة أول مرة يسمع هذا الأدب، وأنت بالنسبة لك بديهي. لكن أنت هتفاجأ إن في ناس ما تعرفش هذا الأدب اللي أنت في النسبة ليك بديهي، لأن أنت ربنا كرمك نشأت في مدينة وفيها الأزهر وفيها علماء واحتكيت بالناس، لكن في ناس تانيين يمكن ما راحش الحته وما بيدخلش الجامع ليوم الجمعه بس، وطريقه دراسته وحياته بعيده عن علوم الدين، فبالنسبه له الحاجات دي بيفرح بيها قوي، لما يسمعها منك بيفرح بيها. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما اي يكره له ذلك حال قضاء حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه، وقال في شرح الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء فيكون مباحا، وده الراجح.
الا ان تكون اتجاه الشمس في اتجاه القبلة، واخد بالك؟ يبقى ساعتها مش عشان الشمس، عشان القبلة، واخد بالك؟ وهكذا. وقال في التحقيق ان كراهة استقبالهما لا اصل له، ودي حقيقة فعلا. وقول ولا يستقبل الى اخره ساقط في بعض نسخ المتن. ويبدو ان هي كانت مكتوبة استقبال الشمس والقمر في بعض البلاد اللي بيها جهة الشمس وجهة القمر جهة القبلة، فبيبقى في بعض المؤلفات خاصة بقطر معين، فافتكروا انها عامة في كل قطر، لكن هي ما بتبقاش كده. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على نواقض الوضوء. ايوه، لا الشمس، الشمس اصلها بتعمل كده، عامله زي المنقله. لا مش الشعاع يا عم، قرص الشمس ما هو داير كده من اول ما يشرق لحد ما يختفي، مش كده برضه؟ وقبل ما يغرب مش بيبقى في اتجاه، بتبقى شايفه قدامك كده، هو هيغرب هو هيشرق. طيب نفس الحكايه، لكن هو في الزوال بس، هو ايه وقت الزوال، وقت الظهر هو اللي بيبقى في منتصف كبد السماء، لكن بعد كده هو كل هي انت عندك بيمشي في كل 3 دقائق درجه، في كل 3 دقائق درجه، مش كده برضه؟ لحد ما يصل لمكبد السماء، وبعدين ادي 90 درجه كده، وبعدين 90 درجه ثانيه عشان يغرب. يعني الادب ده مستعمل او اذا ما احنا قلنا ان ما فيهاش اشكال، احنا قلنا لا دي لا اصل لها، لا الا ان تكون هي جهه القبله، خدت بالك؟ بس ايوه ايوه ايه اتفضل. قائمه العفش، قائمه العفش، يلا اتفضل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.